لكم في مطبخ بيتزا شيف، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وفي احسن حال باذن الله. حلقه النهارده هتبقى مميزه، واكيد انتوا عرفتوا عشان السمك. هنعمل النهارده السمك البلطي المقرمش زي اللي بناكله في المطاعم بالظبط، وهنقول على سر قرمشه السمك البلطي، وهنعمل كمان سمك سنجاري بسمك المكاريل. وفي ملحوظه هنا برضو احب اقولها لكم، ان افضل ثلاث انواع من الاسماك لما تحب تجيبيها سمكه السردين وسمكة المكاريل وسمكة كمان السلمون. ان السمك المكاريل اللي عندنا هنا يعتبر من الاسماك المجمدة، بس بيحتفظ بقيمته الغذائية وفيه اوميجا 3. كمان اهم حاجة بس فيه ان انت لما تشتريه من مصدر موثوق فيه، لانه هو بيكون مجمد. هي دي النقطة بس الملحوظة في السمك المكاريل، ان انت بتاكليه وانت مطمنة جامد خالص، مفيش منه اي مشاكل خالص. كل النقطة ان انت تاخديه او تشتريه من عند واحد التجميد عنده بيبقى كويس، يعني مش يفك التجميد وبعدين يتجمد تاني. دي كانت اهم ملحوظة عندي في السمك المكاريل، لان في ناس كتيرة ما تعرفش قيمته الغذائية، وهي قيمته الغذائية عالية جامد جدا جدا جدا، وهو يعتبر بالنسبة لي انا من الاسماك المفضلة ان انا بحب استخدمها، لانك لما بتستخدميها يعني بتستخدمي اكلة فعلا فيها فايدة لجسمك. ماشي. وعندي مقدار طبعا من الرز المصري عشان نعمل سمك الصيادية الجميل اللي بناكله في المطاعم، وهنعمله احلى كمان من اللي بنعمله في المطاعم. الى جانب بعض بقى من الحاجات اللي محتاجينها، زي طبعا اهم حاجة عندي طبعا لما نيجي نتكلم ونقول سمك، نقول ان السمك بيحب ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين فيه او متوفرين في التتبيله بتاعته: الثوم والجنزبيل والليمون، الى جانب الخل. فانا عندي هنا مقدار من البقدونس مقطعاه قطع صغيره، وعندي مقدار من الثوم، ومقدار من البصل مقطع قطع صغيره، كمان كم حبه طماطم مقطعه قطع صغيره، وعندي مقدار من الفلفل الاخضر، ومعاه كم قطعه من الحامي اللي هو الاحمر. سواء انت لو بتحبي حاجه سبايسي ممكن تحطيه، ولو بتحبيش الحاجه حاميه بلاش منه خلاص. الى جانب مقدار من عصير الليمون والخل عندي مع الكمون والجنزبيل. ونبدا نشوف خطوات الشغل النهارده عشان الحلقه النهارده تبقى ايه، حلقه دسمه شويه. اول حاجه اتبل السمك البلطي. عندي معلقه اهي من الملح الابيض مسح، ابدا اخد نصها وارششه كده، وعين النص الثاني احطه جوه التتبيله. خلاص عندي بقيه الملح اهوت اللي تعتبر معلقه صغيره، اخدها مع كام فص ثوم مع معلقتين من البقدونس والفلفل الحامي والفلفل الاخضر مع معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الجنزبيل، علشان انا حاطه فلفل حامي، واضرب الخليط دوت في الكبه علشان نحشي بيه السمك من جوه. ادي الخليط بعد ما فرمته، ابدا افتح قلب السمك من جوه وابدا احشي كل السمك اللي موجود عندي. كده حشيت السمك من جوه، ابدا اخد نص معلقه صغيره اهي من الكمون، وابدا احط عليه على السمكه من بره نص معلقه مش اكتر من كده. دي تعتبر ايه، التتبيله بتاعه السمك اللي السمك بيشرب بيها، بيبقى طعمه جميل. طبعا في ناس كتيره بتقلي السمك من غير ما تتبله، لما تجرب نتيجه التتبيله الاول بعد كده هوت في الطعم، هتعرف ان في فرق كبير جامد جدا لما السمك يتبل غير لما انت تقليه كده هوت على طول. طبعا طعمه بيبقى رائع ومميز. وانا عندي كام معلقه خل، ابدا بقى ارشرش كده مع عصير الليمون، صديق السمك طبعا، ما ينفعش نقول سمك من غير عصير ليمون. واسيب السمك ده يدبل اقل حاجه نص ساعه ساعه، وبعد كده نشتغل فيه في التحمير، ونشوف هنحمره ازاي بالطريقه اللي احنا نطلعه بيها مقرمش وجميل زي بتاع المطاعم بالظبط. دي سمكه المكاريل الجميله اللي عندي، هبدا افتحها عشان اعملها سنجاري من الظهر كده. نقول بسم الله،
نبدأ نخش على البطن برضو، نديها تقطيع كده صغيرة عشان نبدأ نفردها. اللي انا عملته ده كله عشان افرد السمكة كده اهوت. جميل، ابدأ بقى احطها في الصينية ونشوف هنكمل شغلي فيها ازاي. ادي عندي سمك المكاريل اهو فردته وحطيته فين؟ في الصينية اللي هدخلها الفرن. اول حاجة اجيبها عندي كم معلقة خل وارش على اللحم بتاع سمك المكاريل. الخل بيفرق جامد جدا مع سمك المكاريل وبيشيل الزفارة على فكرة. يعني المكاريل من الاسماك اللي تحس ان الزفارة فيها عالية شوية، فلما بتحطش الخل تحس ان هو بيقلل من الزفارة. وادي عندي عصير الليمون حطيته على اللحم مباشرة. ليه؟ علشان انا عايزة اتبله كويس جامد جدا، عايزة يشرب من التتبيلة الجميلة. نبدأ بقى ناخد ايه؟ معلقة الملح الكبيرة. زي ما احنا قلنا كيلو سمك ياخد معلقة ملح ابيض مسح. ابدأ ارشرش كده واسيب كده في حدود ربع المعلقة، اسيب ربع المعلقة عندي هستخدمها في حاجة تانية خلاص. وابدأ كمان اخد كم فص توم اهو مهروس ادعك بيه اللحم مباشرة اهو، واسيب عندي كده فص كده مهروس مع التتبيله. بس انا اهم حاجه دي الحاجات اللي تكون ملاصقه للحم، مع ايه كمان؟ مع رشه الكمون مع الجنزبيل كده. تمام كده انا تبلت السمك عندي اللي هعمله سنجاري باحلى تتبيله. طبعا بره هو مش هيعمل لك الحاجات دي خالص، الشغل اللي انا بعمله لك ده مش هيعمله بره. ده كده اللحم عندي كده بياخد من التتبيله ده بيبقى طعمه مميز. نبدا بقى نعمل ايه؟ ناخد ربع معلقه الملح اللي انا قلت لك سيبيها اهي اهي، انزلها وانزل بقى معاها مكونات ايه؟ الخلطه بتاعه السنجاري. عندي كام معلقه بقدونس مع طماطميه متقطعه قطع صغيره وفلفل طبعا مع حبة بصل، فحدة بصلة وسط كده للمقدار دوت. وعندي كمان فص ثوم او فصين ثوم اللي انا قلتلك سيبيهم، ونقلب التتبيلة دي كويس. انا قلبت التتبيلة كويس اهي بتاعت السنجاري. ابدأ بقى احطها على السمكة وافردها كده. ونبدأ نديها معلقتين زيت كفاية او كده، وندخلها فرن حامي خش اكتر من نص ساعة. وبعد كده هو بعد نص ساعة افتح الشواية على الوش واقدمها. نبدأ بقى نعمل رز الصيادية الجميل زي المطاعم بالظبط، ونقول على المكونات. عندي نص كيلو رز مصري، وطبعا المقادير دي بتختلف على حسب مقدار اسرتك، وانت طبعا تقدري تضاعفي الكمية على ايه يعني. شوفي ده نص مقدار، عايزة تضاعفي تضاعفي اكتر. عندي بصلة كبيرة متقطعة تقطيع صغير مع فلفل وواحد طماطم. نبدأ نحط البصلة ونشوحها لغاية لما تحمر أول درجات الإحمرار. عندي البصل خلاص إحمر، أنزل على طول بحبة الفلفل المقطعة وأديها تقليبتين، وبعد كده أنزل بحبة الطماطم وأقلب كله كويس في بعض. تاخد كده دقيقتين أو ثلاثة على النار، وبعد كده نضيف الرز. دي عندي معلقة واحدة بس بقدونس، طبعا دي حاجة اختيارية بقدونس، لقيتها موجودة عندي فضلة من شغل السمك فقلت احطها برضو بالمرة على السمك. في ناس بتحب تضيفها وفي ناس لا. طيب نبدأ بقى نضيف عندي نص كيلو رز، نقول بسم الله.
ونضيف الملح. طب الملح عباره عن ايه؟ احنا المفروض هنكون اساتذه وحفظنا كل تكات الرز. الملح عندي نص كيلو، ياخد معلقه مسح وربع معلقه كبيره، معلقه كبيره مسح وربع معلقه كبيره، خلاص. وعندي رشه قرفه، معلش اسفه، رشه كمون ورشه فلفل اسمر. طيب ده نص كيلو ياخد قد ايه ميه؟ ياخد معايا نص لتر ميه مغليه. يبقى تكات الرز انك تعرفي المقدار بتاع الميه وتعرفي مقدار الملح ويطلع الرز عندك تمام ومظبوط. واضيف النص لتر الميه المغليه وابدا بقى اسيب الرز يشرب الميه بتاعته، وبعد كده نهدي عليه لمده ربع ساعه. يبقى احنا كده عملنا احلى رز صياديه للسمك. انا عندي بقى ده الدقيق اللي انا هقلي فيه السمك. حطيت كام معلقه تتناسب مع الكميه اللي عندك، واجي معلقه نشا، واجي معلقه بيكنج باودر، وعندي كمان رشه صغيره من الكركم بتدي لون اصفر للسمك، جميل جميل جدا. واقلب الخليط ده كله كويس مع بعضه. وعندي كمان مقدار من الميه الساقعه، دوت السر اللي يخلينا السمك بتاعنا مقرمش وجميل زي اللي بنشتريه من المحلات جاهز بالظبط. نحط بقى السمك عندي في الدقيق بالخلطه اللي احنا قلنا عليها، نحطها على طول كده في الميه المتلجه اهي، نروح مطلعينها على طول كده اهو، ورجعها للدقيق تاني. وبعد كده نحطها في زيت غزير. ودي اطباقنا اللي احنا عملناها النهارده، السمك المقرمش بكل التكات بتاعته بتاعت المطاعم بالظبط، وعملنا كمان السمك السنجاري والرز الصياديه. طبعا انا ما اقدرش اقول لكم على الطعم ولا الجمال ولا الريحه، يا ريت كانت عندنا آلة بتنقل لكم الريحه والطعم. ان شاء الله تجربي الوصفه وتنال اعجابكم. كانت معاكم ناديه فايد من مطبخ بيتزا شيف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.